اهلا بحضراتكم من جديد، وبدايه الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفني وبينورني في هذه الفقره احد نجوم النادي الاهلي، واللي وصفتهم في الفقره الانترو في بدايه البرنامج باحد اللاعبين، كان جناح طيار في الجبهه اليسرى، لعيب امكانياته كانت متميزه جدا سواء في السرعات او حتى في الاوفرات في جيل التسعينات، اللي تميز هذا الجيل ببطولات افريقيه او تحديدا بطولات عربيه مع بطوله الدوري العام، لكن لولا التوفيق في البطولات الافريقيه لكانوا حققوا كمان بطولات افريقيه عديده جدا تحديدا في مرحله التسعينات. كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر اهلا بيك. اهلا بك يا استاذ محمد، ازيك؟ اولا منورنا ومشرفنا في قناه الاهلي. انا سعيد جدا بوجودي معاكم طبعا، وده بيتنا يعني. الله يخليك. فضل. كابتن ياسر، يعني اولا المرحله الحاليه والمباريات الافريقيه، بداية المشوار بمباراة بطل إثيوبيا كانت مباراة مهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي، الأهلي قدر يكسب 2-0 في بداية هذا المشوار، لكن تفصيلة بقى خاصة بهذه المباراة بالأهداف بالشكل الفني اللي ظهر بالأهلي في هذه المباراة، نخرج لهذا التقرير نشوف الأهلي أدى إزاي هذه المباراة أمام جيبا الأثيوبي والفوز بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور الـ 32 في بداية المشوار الإفريقي لبطولة إفريقيا عام 2019. انطلاقة قوية حققها الأهلي في مستهل مشواره بدور أبطال إفريقيا بتغلبه بهدفين نظيفين على بطل إثيوبيا جيما أباجيفارا في ذهاب دور الاثنين والثلاثين للبطولة. بدأ الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة المتتالية، لكن بصفوف غير مكتملة لغياب العديد من الأعمدة المؤثرة في الفريق لأسباب مختلفة. أراد الأهلي التسجيل سريعاً، تعددت محاولاته على المرمى مبكراً، إلى أن سجل ناصر ماهر الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من جملة فنية رائعة وضح فيها التفاهم مع زميله كريم ندفد. هدف مبكر كما أراد الجميع لتحقيق الضغط على الضيوف علاوة على زعزعة الثقة. استمرت المحاولة الهجومية، تأخر تعزيز الهدف إلى قبل نهاية الشوط الأول، حيث تسلم مروان محسن كرة وسدد مسجلا هدفا جميل. دخل الأهلي الشوط الثاني بأفضلية هدفين، باتت الفرصة سانحة أكثر لزيادة الغلة في ليلة قص شريط مشوار البطولة الإفريقية. وضحت المساحات في صفوف الضيوف بشكل أكبر، لكن من لاعب الأهلي ليحاول المدير الفني المؤقت محمد يوسف تدارك الأمور بتغييرات هجومية، فنزل ميدو جابر ووليد سليمان بدلا من أحمد حمودي ومحمد شريف، لكن الحال بقي على ما هو عليه. استمر إهدار الفرص سواء من اللاعبين الأساسيين أو الأوراق التي دفع بها المدير الفني. مكاسب عدة خرج بها الأهلي من لقاء الأمس، فبخلاف النتيجة الجيدة استمرت مسيرة انتصارات الفريق، علاوة على منح اللاعبين فرصا في مباراة هامة مثل محمد شريف، وعلى استمرار مروان محسن في التهديف بعدما نجح في فك العقدة بداية من مباراة طلائع الجيش في الدوري، كما أنها دقت جرس الإنذار مبكرا لدى الجهاز الفني للأهلي بضرورة التعامل سريعا مع ظاهرة إهدار الأهداف السهلة. بلا شك الأهلي كان يستحق الخروج من المباراة فائزا بنصف دستة أهداف، لكن تسجيل ثنائية نظيفة في بداية المشوار الإفريقي نتيجة جيدة، سيعمل الجهاز الفني على الاستفادة منها في لقاء العودة بإثيوبيا يوم الجمعة المقبل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن ياسر ريان، تقرير شافي وشامل لكل حاجه متعلقه بمباراه الامس امام جيما الاثيوبي،
تعليقك على هذا التقرير بالاداء الفني كمان اللي ظهر به الاهلي في هذه المباراه وهي انطلاقه افريقيه للاهلي في البطوله الافريقيه. بص يا محمد، هو ما فيش شك طبعا، انت عارف المباراه دخلت يعني في اجواء يعني اللي مش هنقول للاسف، بس جمهور الاهلي اتعود اللي احنا يعني برجع لك بس من ورا شويه، المركز الاول وما ينفعش ان احنا نحصل على مركز ثاني او ثالث او يروح مننا بطوله او نخسر مباراه، للجمهور اتعود على طول النادي الاهلي في مكسب. احنا بنبص، احنا لازم نتعود، وثقافتنا لازم نبص ريال مدريد ونبص لبرشلونه ونبص لباريس سان جيرمان، في فرق كبيره قوي، فرق عالميه بيروح منها بطولات وبتخسر في ماتشات، ممكن ريال مدريد يكسب برشلونه مثلا 6-0، يبقى النتيجه بنقول عليها ده ورده في كره القدم. لو رجعنا ورا شويه، مباراه الترجي بالنسبه لنا انت عارف خسارك النادي الاهلي وصل نهائي، ما خرجناش من الادوار التمهيديه او في الادوار اللي بعد كده اللي بتبقى بعد كده 32 او 16. اللي انت تطلع طلعت من البطوله الافريقيه اثرت نسبيا على علينا كنادي اهلي بشكل عام. لسه الحاله لغايه دلوقتي اكيد ما بتروحش بسهوله. هتيجي بعد كده انت دخلت في البطوله العربيه، باي لك اللي انت تطلع من البطوله العربيه، وده اللي يمكن كانت لاعيبه النادي الاهلي لازم بخبراتها والحاجات واللي هم قابلوهم في البطولات كتير لازم كنت اخرج بسرعه من البطوله، انا وصلت نهائي وعملت اللي عليا، وبرده دي تديني انذار لما اكون انا كسبان هنا 2-0 احسن ما اكون انا كسبان 3-1. يعني في حاجات كده بتبقى حسابيا بالنسبه لنا كلاعب الكره لازم تبقى في حساباتنا. النتيجه 3-1 مباراه الترجي بقت اخطر ما كانت 2-0 كانت بالنسبه لنا كويسه. انا دي وجهه نظر، انا لعبت في الجزئيه دي وشفتها وجربتها ودي بالنسبه لي تبقى منطقيه. وده نفس تصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المباراه امبارح، قال انا 2-0 دي بالنسبه لي افضل لو كنت كسبت 3-1 عكس المباراه النهائيه. طبعا وخاصة ان طبعا انا هاجي لفرقة جيما الاثيوبي، بس هنرجع للنقطة اللي هي مباراة جيما الاثيوبي. طبيعي لعبت النادي الاهلي، انت عارف برضو احنا ما بنطلعش الموقف بالنسبة لنا بسهولة، وخاصة كان في بعض الاعلام اللي هو عايزنا احنا نبقى كده، يعني في بعض الاعلام مش هخص بالخصوص، لكن في البعض كان بيستغل الحالة بالزبط. طبعا بيستغل الحالة والنادي الاهلي كلام كتير قوي، ما احنا طلعنا مثلا من الادوار الاولى في بطوله زي بطوله افريقيا، ولا خرجنا في بطوله عربيه من بدري. ايوه انا بعتبر بطوله عربيه بطوله وديه ايا كان هي، بشكل فيها نديه وفيها حاجه كويسه، بنشوف كره اسيا وبنشوف افريقيا وبنشوف يعني في حاجه هي شامله، بس برضو ما بتفيدنيش انا مع الفيفا ولا الاتحاد الافريقي بتاعي. لكن مباراه الاهلي لازم في حاجات كده لازم لابد الفرق الصغيره دي لازم هنا اكسب 3-4 الاطمئنانيه هناك في اثيوبيا. انا لعبت في الجو هناك، احنا على فكره حصلنا نفس الموقف ده مع البن الاثيوبي، دي كانت ذكرى سيئه بالظبط. ما انت بتقول ما كره يحصل ورده فيها كل يحصل فيها كل حاجه بالظبط. احنا رحنا كان عندنا فرقتين، فرق بتلعب في تونس وانا كنت من ضمن الفرقه اللي بتلعب في تونس، وفي فرقه بتلعب البن الاثيوبي هنا في القاهره، وبنعتبر المباراه انتهت يعني احنا كسبانين. كان في نفس اليوم الاهلي بيلعب الافريقي في تونس بالظبط، والفرقه بتلعب البن الاثيوبي هنا. كان الكابتن احمد ماهر ساعتها كان موجود هنا في القاهره بالظبط، الله يرحمه، كان بيدير هو الله يرحمه كان بيدير المباراه بالظبط البن الاثيوبي. دي حقيقه. عملنا ايه في الماتش الاول البن الاثيوبي؟ احنا تعادلنا معاهم هناك 0-0 0-0. يعني بالنسبه لنا احنا لعيبه النادي الاهلي هنا المباراه يعني شبه منتهيه. نرجع تاني نروح نلعب الافريقي في تونس وهم بيلعبوا هنا، احنا خدنا البطوله العربيه والماتش انتهى هنا 2-2 2-2. يعني هو في صالحه التعادل، واي الواحد او 2-2 في صالحه، وخرجنا من بطوله افريقيا. بس ما كانش الاهتمام او العامل المادي كان في الوقت ده ما كانش قوي، كان البطوله العربيه ماديا بالنسبه للنادي الاهلي اقوى، وما كانتش البطوله الافريقيه بتاهل لكاس عالم انديه بالظبط. يعني كان في مميزات الوقت كتير. فلعبت النادي الاهلي مباراه زي مباراه امس، دي درس برضه، هتروح هناك هتبقى انت مشدود ومتنشن وقلقان، وده حاجه كويسه برضه. لعبت النادي الاهلي في الموقف اللي زي دي لازم تتعود، انا مش بلعب فرقه تقيله، انا بلعب فرقه الاحترام ليها، فرقه لازم برضه، بس خلي بالك انا بديلهم انذارات كده 2-0. يعني انا ال 90 دقيقه مركز فيهم، عشان لا قدر الله الفرقه دي لو دخلت فيها جون الشوط الاولاني الموضوع والماتش هتلاقي قلب يعني كهرباء بلغه كره القدم. فلعبت النادي الاهلي لازم تاخد حذرها كويس قوي، 90 دقيقة لازم تركيز. يعني أنا أعتقد لو كان إذا كان المباراة انتهت 3-0 لا طبعا كان في اطمئنانية نسبيا، خاصة مع فرقة زي دي، أنا إن شاء الله كمان النادي الأهلي هيجيب فيها أجوان هناك، فالأمور بالنسبة لنا أنا مش مصعبها يعني. فده برضو يدي برضو لعبة النادي الأهلي لازم المشوار طويل، سواء في أفريقيا أو كأس مصر أو في الدوري، المشوار لازم تخلي بالك ولازم يبقى فيه تريح كويس جدا،
يعني هي مش موضوع الملعب 90 دقيقه، انا كل 3 4 ايام بلعب مباراه. انت النهارده بدات في استعداد لمباراه الجون لمباراه النجوم، يعني انت امبارح كان عندك ماتش في افريقيا وطبيعي تاني يوم بقى في راحه او استشفاء، لا بالعكس انت بتستعد لان بكره هتخش معسكر لماتش بعد بكره. بالظبط، ما هو انت عارف النادي الاهلي كده، النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي الله يكون في عونهم، يعني انا ما ارتحتش من الكوره غير ما مشيت من النادي الاهلي، يعني استمتعت بالكوره لان النادي الاهلي انا عنده ضغوط كتير، مطلوب مني بطوله، مطلوب مني كل مباراه لازم اكسبها، مطلوب مني ما ينفعش اكسب واداء وحش، وما ينفعش اداء يبقى اداء كويس واخسر، حاجات كتير قوي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي. عشان كده لاعب النادي الاهلي يقدر الحمد لله احنا خلاص الماتش زي ما احنا هو اكيد كابتن محمد يوسف وكابتن سارة عبد الحفيظ والجهاز كله اتكلم، قفلنا الصفحه وقلبنا بطوله افريقيا وعندنا ماتش في الدوري بنركز فيه، انت عارف بطوله الدوري بالنسبه لنا دي البطوله المحببه، وبرضه لازم بنقول للناس لا الحمد لله الماتشين الثلاثه اللي فاتوا دولت برضه قد ثقه النادي الاهلي. احنا انا عن نفسي انا على المستوى الشخصي كنت قلقان، ليه؟ انا حاسس ان انا في قلق، في الناس مش مطمنه، مكسبنا في ماتش الطلائع والماتش اعتقد اللي قبليه او بعديه ماتش في الدوري برضو ماتشين دولت الجونه والطلائع ماتشين نفسهم ادوا اطمئنانيه لعبت النادي الاهلي، والماتش الثالث اللي هو جمال اسيوبي ده ادى اطمئنانيه اكتر، كل مدى بتدي ثقه واللاعيبه اكيد بتنسى بتقلب خلاص صفحات ماتشات وانتهت وبطولات وانتهت، احنا لازم لعبت النادي الاهلي تركز في الفتره اللي جايه وخاصه الماتش اللي جاي مش ماتش متسهل، فرقه النجوم فرقه محترمه لعيبه على اعلى مستوى، كابتن احمد سامي موجود معاهم رئيس مجلس اداره الاستاذ محمد الطويله برضو وشاد الطويله، ناس متابعه لكره القدم ومهتمين بكره القدم ومهتمين بالنادي وناس ناشئين النادي من فتره طويله، وكاسبين الزمالك برضو الفرقه الوحيده اعتقد اللي كسبت الزمالك في الدوري، كل ده لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى حاطه حساباتها معاه. طيب الشكل العام في مباراه الامس الناس كانت بتتكلم على الاستحواذ ما كانش بشكل كبير، الميس باس كان اكتر، كان في حالة إجهاد أو حالة تعب، ممكن تتكلم برضو في مسألة حالة نفسية نتيجة الأحداث الأخيرة بتاعة البطولة الإفريقية، لكن في نفس الوقت كابتن ياسر برضو مسألة الغيابات والإصابات شايفها اللي بتأثر بشكل سلبي على حالة اللعيبة داخل الملعب، شفنا إكرامي في توقيت معين وقف كان بيتعرض لإصابة، حسام عاشور ما قدرش يكمل مباراة خرج بسبب إصابة، كل الظروف دي تجمعت في مباراة الأمس وخلت الشكل العام للمباراة يطلع بالشكل ده. بص اقول لك على حاجه، هي الماتشات اللي زي دي اصلا احنا انا بعتبرها هي في صربعه في الاداء مش سرعه في الاداء، الصربعه دي بتولد ايه؟ بتولد ميس باص، بتولد حاجات كتير، طبعا ميس باص ممكن يجي لك كور بتضيع منك عن صربعه، انت متخيل الماتش بالنسبه لك سهل، انا بالنسبه لنا احنا كجمهور ممكن يكون صعب ومش ماشيه مع لعيبه النادي الاهلي وبيضيعوا، هي لعيبه النادي الاهلي سهل، عشان كده هم كان في انا بعتبرها صربعه في الاداء، في صربعه، هم حاسين ان نصر جاب جون وبعدها مروان جاب جون فهم تسهلوا المباراه، طب ماشي انا اتسهل المباراه العب لعب اللي هو الريتم بتاع العادي الطبيعي اللي انا اعرف اوصل وانا وصلت كتير، بس لازم لابد لعيبه النادي الاهلي تبقى تعرف الجونين غير ما يبقى 3 غير ما يبقى 1-0 غير ما يبقى 4-0، كل ده بتبقى حسابات مين هيجيب جون ومين مش هيجيب جون، في الاخر انا يهمني النادي الاهلي يكسب، فلازم لعيبه النادي الاهلي بالخبرات برضو في لعيبه كبيره موجوده، في فرق بين الصربعه في الاداء وفي فرق سرعه في الاداء، سرعه في الاداء ده اللي انا بخلي الكره تمشي بسرعه وفي نفس الوقت اللي انا عايز انجز وعايز بدل الهدف الاولاني اول ما بيجي الهدف الاول خلاص بتركز في الثاني وفي الثالث وفي الرابع، لكن لعيبه النادي الاهلي هتلاقي الاداء اللي انت شفته امبارح ده هناك هتلاقي ايه؟ هتلاقي هدوء في الاداء، ليه؟ هبقى مش مصربع انا كسبان، الفرقه اللي قدامي هي اللي هتبقى برضو عندها جزء كبير قوي اللي هي متسرعه في الاداء وعايزه تجيب جون، هو بيلعب بطل افريقيا وبيلعب نادي زي النادي الاهلي، بس برضو هو الوقت بالنسبه له النتيجه بقت يعني عارف 50-50 النتيجه بالنسبه له، احنا لو انا النادي الاهلي خسران بره 2-0 وخسران 2 هنا لا بقول ممكن النتيجه النادي الاهلي ممكن يكسب 3 و4، فلازم فالحاجات دي كلها انا بعتبر امبارح كان في صربعه بس مش اكتر. فريق جمال اسيوبي فاجئنا مش هتكلم في التنظيم بس مش من الفرق اللي بتشتت، فرقه بتبني هجمه من الخلف من اول حارس المرمى، بتعمل باص عرضي وباص طول كتير، من ناحيه هجوميه رغم انها المفروض نقطه مميزه في الفريق لكن ما كانتش فعاله قوي على مرمى الاهلي بالامس، لكن فرقه اكتشفنا ان هي بتلعب كوره يعني جيده متوسطه، شايف اداء فريق جيما امبارح بالامس بالشكل اللي احنا شفناه؟ بص المعلومات اللي عند الفرقه دي كان في الممتاز بي عندهم او في الدرجه الثانيه لسه صاعده ولسه صاعده وخدت الدوري في اثيوبيا، احنا لازم نبقى معترفين الكره في اثيوبيا أو لسه يعني مش على المستوى اللي هو عيله بيه مثلا زي بوركينا فاسو،
مش تقليلا فيهم، لا في لعيبه كويسه بتيجي بتلعب عندنا في الدوري المصري وبتلعب في انديه بره لعيبه على مستوى عالي، لكن احنا بنتكلم على انديه او على منتخبات لسه برضو ما هياش واخده الصيت بتاعها في افريقيا. لكن فرقه جيما اذا حضرتك بتتكلم هو 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 عايز يعني خلي بالك الفرق اللي زي دي ممكن هو طبيعي اللي هو يخسر، او عارف اللي هو يخسر في بطوله افريقيا وعارف اللي هو مش هيكمل وممكن الماتش اللي جاي يطلع من الاهلي، لكن هو عايز يبدا بالسياسه صح. لو انت عارف رئيس النادي رجل اعمال، فكل ده ممكن يعمل تخطيط ل 20 سنه قدام او ال 10 سنين قدام، ما يهمش اللي ناخد بطولات، ما يهمش، وهو سياسته انا شايفها ماشي بسياسه صح، طالما ماشي بسياسه صح اداريا هيبقى ماشي صح بالسياسه الفنيه، وده اللي انا شايفه. سواء هو الوقت زي ما حضرتك اتفضلت واتكلمت، هو تنظيميا هم عايزين يلعبوا كوره وعايز يأدي بالشكل وعايز يحضر من الكوره من تحت ويبتدي الكوره من تحت ويبدا يلعب على الاطراف، كل ده حاجات بتخليه للمدى اللي قدام يبقى هو زي انا يعني في مدربين كتير موجودين في الدوري هو بيبقى عايز يحضر من تحت، يعني في مدير فني في وادي دجله بيحب الكوره برده نفس الكوره الاسلوب ده بيحب يحضر بيحب، بس هي في الاول وفي الاخر بتيجي امكانيات اللعيبه بتاعتها عامله ازاي. انا ممكن تكون امكانيات اللعيبه بتاعتي هي اللي بتساعدني اللي انا ابقى موجود واقدر احضر من تحت، ولا اللاعب اللي عندي ما عندوش الامكانيات اللي هو يحضر. فهو البدايه بالنسبه له بدايه كويسه، فرقه صغيره مغموره في افريقيا وموجوده في اثيوبيا لا تيجي تعمل تخسر من النادي الاهلي 2-0، اعتقد النتيجه بالنسبه له نتيجه مرضيه. عايز اعرف تعليق الكابتن ياسر على هدف مروان محسن قدامنا على الشاشه، استلام مروان للكوره والدريبنج واللف بالكوره والتسديد حتى في الزاويه الضيقه او اقرب زاويه لحارس المرمى. بص هقول لك على حاجه، الكور اللي زي دي هو تمركزه طبعا التمركز صح، وبيبقى الكره عشان تدخل لازم يبقى في غلطات من سرد باكات، فالغلطه اللي حصلت السرد باكات كان بعيد عن مروان محسن في الكره دي، فعنده المساحه اللي يقدر يلفها زي ما خدها بكعب الرجل ولفه وحطها دي، فدي سهلت عليه كتير قوي. وهو بيشوط مش شرط انا اشوطها في الزاويه، هو الطبيعي في كره زي ده ممكن احطها في الزاويه البعيده، بس هو واخد قراره من اول ما استلم الكوره. هو القرار بتاعه قرار الفيرود بيبقى لحظه، ما ينفعش جزء من الثانيه، ما ينفعش انا افكر هشوطها في الزاويه دي، وبياخد القرار الاول، القرار الاول بالنسبه له هو الصح، وده اللي عمله مروان محسن في الكوره، وده بكل مدى بتديله ثقه، لما الهداف لما والفيرود لما بيجيب اجوان وكل ما بيجيب اجوان ده بتديله ثقه. وتحديدا مروان في التوقيت ده يا كابتن ياسر، لان تواصل مروان في التهديف ده نقطه ايجابيه بالنسبه له في التوقيت ده تحديدا. بص يا محمد انا بعتبر الحاجات دي يعني مش شرط الفيرود ينزل يكسبني، مش شرط الفيرود النهارده ينزل يجيب جون، بس انت بتديله ماتشات مع النادي الاهلي مع الضغوط اللي مع الفرقه اللي هي بتبقى قدامه عارفه اللي فيه ضغوط النادي الاهلي بتبقى موجوده، النادي الاهلي بيلعب على مكسب عفوا، كل ده في صالحه. فمروان او ازارو او اي لعيب موجود في نادي الاهلي بيلعب في المكان ده، لا انت بتلعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، اللي انت لو ما استفدتش انت في النادي وانت في النادي الاهلي في المكان ده مش هتعرف تستفاد منه في مكان تاني. بس المهاجم في حد ذاته برضو ممكن بيبقى فيه ضغوط كبيره قوي عليه، يعني مثلا يقول لك ايه، الناس بقت تحسب حتى لوليد ازارو بتقول لك دلوقتي وصل لمرحله مثلا 110 يوم ما بيجيبش اهداف، الناس بتحسب باليوم حتى اليوم اللي بتحسب باليوم فيه. حتى اليوم اللي بيلعبش فيه بالظبط كده، فده في ضغوط حتى على مروان، يعني مروان جاب هدفين في الدوري العام، جاب هدف في المباراه الافريقيه، فهي الفكره احنا بنتكلم ان الضغوط اللي بتمارس على اللعيبه او تحديدا على المهاجم ده اكيد بيتاثر بيها، بيسمع بيقرا بيشوف. هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي، لا هو كده انتقادات على طول، وقلت لك قبل كده لو انت النادي الاهلي مطلوب منه اداء كويس، مطلوب منك نتيجه، مطلوب منك لازم تاخد بطوله، كل ده مطلوب من لعيبه النادي الاهلي. فهو مروان ما يزعلش، او اي لاعب في النادي الاهلي ما يزعلش اما اي حد ينتقده، بالعكس الانتقاد ده ممكن يكون ايجابي ليك مش سلبي، ما تاخدوش بالنواحي السلبيه، خده بالنواحي الايجابيه بالنسبه لك. فانت طبيعي اللي انت لما انت بتلعب مع النادي الاهلي والناس بتنتقد، بالعكس بيخليك تركز، بيخليك لو انت في حاجات كتير بتبقى بتبعدك عن عن عن, عن تركيزك، لا ابعد. ان مع النادي الاهلي ما ينفعش زي ما بيقولوا ايه انت نايم ومش نايم، بمعنى النادي الاهلي مطلوب منك انت لعيب لازم تبقى بتادي كويس جدا وبتادي اللي عليك في المركز اللي انت بتلعب فيه، لو انت فرود لابد تجيب اهداف، لو انت باك لازم تغطي، الموضوع مش سهل. فعشان كده لعيبه النادي الاهلي اللي بقى جايب جون ده بيديله ثقه وخاصه مع النادي الاهلي. تمام، برضو في جزئيه يا كابتن ياسر واحنا بنتكلم فيها ظهرت سلبيات وحاجه اتكلمت فيها في البدايه على مساله اهدار الفرص او الميس باس او الروح اللي كانت موجوده مثلا في حاله همدان نتيجه اصابات وغيابات والقائمه ما كانتش مكتمله، لكن بعض الايجابيات اللي ممكن تكون لاحظتها في مباراه الامس ابرزها ايه؟ الايجابيات ما فيش شك، يعني ناصر ماهر كل ما بيلعب بياخد ثقه،
الهدف ده بالنسبه له علامه فارقه في التوقيت ده. طبعا هو لعيب اصلا كويس جدا ناصر ماهر، والناشئين في على فكره، وانت ممكن متابع فرقه الناشئين قبل كده، في ناشئين كتير كويسه قوي في النادي الاهلي، بس هي بس النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ما يقدرش يستحمل الناشئين كلها، بيفرق التوقيت بس بالظبط. لكن في مواهب وثلاث ارباع اللي بيلعبوا في الدوري اصلا من ناشئين النادي الاهلي، بس ممكن بره ما بيستحمل، ما فيش ضغط الجمهور على الفرق الاخرى. لكن هنا في زي ناصر ماهر، في لعبة كتير قوي في المكان ده، لكن ده من النقطه الايجابيه اللي موجوده. النقطه الايجابيه برضو اللي احنا رجعت لنا الثقه برضو، اللي انت تكسب ومكسب 2-0، بس مكسب مطمن، مكسب شكلك كويس، كل مدى اللعيبه في ثقه. تاني حاجه انت عارف برضو لعبت النادي الاهلي، الحاجات دي كلها اللي احنا بنشوفها على الشاشه، فرقه زي جيما الاسيوبي برضو، ما يعني مش الضغط اللي انا شايفه. عشان كده كنت اتمنى زي ما احنا بنتكلم في نقطه او نقطتين ايجابيين زي ناصر ماهر او اللعب الجماعي بتاعنا او الطريقه الهجوميه بتاع، والثقه بتاعت بعض اللعيبه اللي رجعت لهم زي مروان في معايا. لكن انا برجع اقول لك، انا بقول لعبت النادي الاهلي ما تبصش لاي انتقادات قدام، بص ارميها وراك، خليك انت عندك بطوله دوري، عندك بطوله كاس، عندك بطوله دوري تركز فيه. هي مرحله هنتغطاها بايجابياتها بسلبياتها، ننتظر المرحله القادمه، شكل فني مختلف، تدعيمات مع الموجودين، اكيد الصوره على نهايه الموسم هتبقى مختلفه عن البدايه. لا اكيد، انت خلي بالك ما خلاص اتغيرت، يعني اعتقد الوقت الشكل اتغير، انت ماتش طلائع الجونه جيما الاسيوب، لا الدنيا بدات تتحرك بالظبط. يعني احنا مش على طول هنبقى كويسين، ومش على طول هنبقى برضو، لا انا شايف الاداء كل مدى بتحسن. لا والميزه في الشخصيه يا كابتن ياسر كمان، انا اسف للمقاطعه، شخصيه الاهلي كمان ما بتستحملش ان انت تستحمل ماتش او اتنين او بطوله او اتنين وتخسرها. ما هو دايما الشخصيه بتعود بسرعه ان هي تظهر. ما احنا مش عايزين، احنا انا قلت لك في بدايه الكلام يا محمد، احنا عايزين نغير ثقافتنا شويه. اللود اللي على لعيبه النادي الاهلي لود كبير جدا، جمهور النادي الاهلي على طول يعني لازم يعرف. انت انا كنت في بعض في قناه من القنوات، مش عايز اقول لك يعني موضوع، انا كنت مشجوع جدا، انا بحب النادي الاهلي جدا جدا، خلي بالك يعني انا من عشاق النادي الاهلي، قبل ما انا العب النادي الاهلي انا بحب النادي الاهلي، وما بحبش حد يتكلم عن النادي الاهلي وحش، يعني انا اتكلم بيني وبين نفسي على اي سلبيات، لكن ما اسمحهاش من حد بره، ما احنا عارفين اللي احنا ممكن يكون عندنا سلبيات. لكن انا ما يعني ما بطلع في بعض البرامج، لا انا ما بحبش النادي الاهلي حد ينتقد، حتى لو احنا وحشين، احنا مش وحشين، احنا واخدين بطوله، احنا نادي القرن. لما تيجي تتكلم معايا واحد يطلع معايا يقول لي انا عايزين نعمل روشته النادي الاهلي، مين اللي يعمل روشته النادي الاهلي؟ لا تنديت، ما يبقى النادي الاهلي في كفه، واحترام الانديه اللي مش هنقول الانديه كلها، لا في انديه لها تاريخ، الاهلي تاريخ، الزمالك، الاسماعيلي، ما في الانديه لها تاريخ، لكن ما ينفعش واحد يقول لي هعمل روشته النادي الاهلي، دي تتعبني انا، مش تقليلا في الشخص اللي بيتكلم، لا النادي الاهلي النادي الاهلي يمرض لكن ما يموتش، ما يوقعش، والحمد لله ده سمه النادي الاهلي وسمه البطل. اكيد، ودي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها ومرينا عليها في التوقيت الحالي. طب ما بين الغيابات والاصابات، يعني اتذكر في بعض الفرق غاب عنها لاعب او اثنين خرجت من البطوله. طبعا انت كنت بتلعب نهائي افريقيا واكثر من حوالي اربع خمس لاعبين مؤثرين ما كانوش موجودين بالزبط. معاك زيد بقى على الشعر بيت، بتلعب بطوله افريقيه جديده، الاصابات دي هترجع لك، لا ما بقوش اربعه، انت دخلت في مرحله ست سبع اصابات ثانيه، فبقت القائمه عندك مش مكتمله، فظروف يعني ما فيش اصعب من كده يا كابتن ياسر. ما احنا لو جينا برضو النغم احسن، في نغم برضو كانت ماشيه، لعيبه النادي الاهلي بيصابوا كل شويه، لعيبه النادي الاهلي لا، في اصابه وارده للاعب كره القدم يصاب، بس الاصابه دي مش اصابه من اللي هي الجسيمه اللي هي ممكن تقعده سبع ثمان شهور، ده اصابه ملعب. كابتن ياسر اقول لك معلومه فضل. يعني بس الناس بتتكلم على الاجهزه الطبيه في النادي وموضوع الاصابات، هل تتخيل ان ناصر ماهر تعرض مرتين لاصابه في الرباط الصليبي؟ عارف انا عندي ناس كتيره من الجمهور ما يعرفش المعلومه دي. ناصر ماهر اتعالج فين؟ في النادي الاهلي، الجهاز الطبي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ده حقيقي، اصابتين رباط صليبي في اقل من شهرين، وفي الوقت ده الناس قال لك هيبطل كوره. هيبطل كوره، انا بس بسترجع يعني هذه الاخبار والمعلومات اللي نشرت، بس ايه الفكره؟ النغمه بتبقى ماشيه اللي عشان ان لا الجهاز الطبي اللي قبل كده واللي بعد كده طول عمر النادي الاهلي الجهاز الطبي جهاز محترم، وبيسوا في قطاع الناشئين او في الدرجه الاولى، يعني في الدكتور اسامه في الناشئين، اسامه مصطفى في الناشئين شخصيه محترمه ومعاه طقم طبي كامل على اعلى مستوى، عندنا الدكتور خالد ومعاه طب جهاز طبي عالي جدا على اعلى مستوى، برضه على اعلى مستوى، احنا عندنا احنا اللي بنورد الانديه في الجهاز حتى الطبي، يعني هتبص على اغلبيه الانديه تلاقي الجهاز الطبي من النادي الاهلي. بدون ذكر اسماء، يعني احد اخصائي التاهيل في قطاع الناشئين معاه دبلومه في التاهيل واصابات الملاعب من الجامعه الامريكيه في امريكا، وفي والله وفي دبلومات اخرى كمان مع دكاتره اخرى داخل النادي الاهلي من امريكا،
يعني ما انا عشان كده بقول لك إمكانيات. الاصابات اللي بتيجي اللاعب لعيبه النادي الاهلي وبرضه لازم تعرف الاصابات اللي موجوده. انت بتخيل احنا كان عندنا بطوله افريقيه وبطوله دوري وبطوله عربيه وعندك بطوله دوري وبطوله كاس. بلاش بطوله بلاش الدوري احنا كلنا مجانين. عندك ثلاث بطولات انت بتعمل روتيشنات كمان على طول. طب احنا شايفين اصابه عاشور اصابه عاشور كانت ايه؟ ما كانت في ملعب بتروجيت نتيجه حاجه موجوده في ارضيه الملعب مش سليمه لعيب اتعرض لازم للإصابة. انا جاي لي اتنين رباط صليبي بسبب ارضيه الملعب بسبب ارضيه الملعب. فالقصه مش تاهيل او جهاز طبي لا انت ممكن في ظروف حياتيه محيطه بالظبط وخاصه بتأثر. ارض الملعب هي ارض الملعب دي جزء اساسي من لعبه كره القدم وهي اللي ممكن يحصل لك فيها اصابه. ارض الملعب والتخطيط بالزبط. لعدد مباريات كره القدم على مدار الموسم وتغيير مباريات من توقيت لتوقيت فبالتالي بتغير معدلات التدريب بالزبط. مع اللعيبه كل ده بيأثر يا كابتن ياسر. طيب المباراه في اثيوبيا الجهاز الفني افضل توقيت يسافر فيه امتى؟ يسافر مبكرا ولا يسافر ليله المباراه عشان مساله نقص الاكسجين هناك في اديس ابابا؟ انت سالتني السؤال ده قبل كده حتى يعني السؤال يعني هو طبيعي يعني هو طب من 3 ل 4 ايام ده الطبيعي جدا وخاصه في ناس زي ما انت برضو قلت هي بتبقى وجهات نظر في ممكن فرقه تقول لك انا هسافر قبلها على الاقل ممكن 48 ساعه 24 ساعه أو 4 يعني بتبقى عشان هي مش بعيده يعني احنا بنتكلم على المسافه بتاعتها كطيران مش بعيده لكن انت برضو انت عارف نتيجه 2-0 ده برضو مش نتيجه تطمنك 100% لازم اللعيب هناك بقى انا بالنسبه لنا اللعيب لازم يريح كويس قوي لازم ياخد على طبيعه الجو هناك الطبيعه الجو اللي هو ممكن يكون احنا هنا برد ممكن يكون هناك حر ممكن يكون هنا حر وهناك برد ممكن يكون بتمطر في حاجات عوامل لازم تشوفها تبص عليها على الطبيعه لما بتروح قبلها بثلاث اربع ايام لا في حاجه بتشوف ارضيه الملعب هتمشي معاها جزمه الكوره ترتان نجي لها صناعه طبيعي الارض كويسه ولا عشان عايزه جزمه المونيا عايزه مش عارف في عوامل كتير لازم احساس للجو الجمهور بتاعها البلد دي لها جمهور كتير بيشجعوا على الملعب المناخ اللي حواليه في عوامل ما ينفعش انا في 24 ساعه اروح الاقي نفسي في الملعب. عايز استغل وجود حضرتك معايا يا كابتن ياسر وانت سافرت مع الاهلي تحديدا في اثيوبيا العوامل الجويه هناك لما سافرت مع البعثه قبلها ب 72 ساعه او باربع ايام عشتوا الاجواء هناك ازاي؟ وفرقت معاك فعلا يوم المباراه؟ طبعا فرقت ايوه احسن خلي بالك الجو هناك قله الاكسجين ده جو مكتوم شويه مكتوم مفيش يعني هوا. انت بتلاقي نفسك بتجري سبرنت وتلاقي نفسك بتحس ان انت تعبان مش عارف تاخد نفسك مش قادر تاخد نفسك مش قادر تجري احنا بتقعد انت بينك وبنفسك وانت الماتش شغال هو طيران طب احنا ما نمناش كويس طب انت بتقعد وانت في الماتش وانت شغال قعدت تحسب بقى ما انتش لاقي مبرر ليك لكن هو قله الاكسجين هناك بتبقى صعبه جدا فدي كل ده العوامل دي كلها بتتعبك فعشان كده طبيعي جدا لعيبه النادي الاهلي تروح قبلها بثلاث اربع ايام باخد على الجو باخد على حتى الاكل والشرب اللي انا باكله يعني انا ممكن برضو انا اعتقد النادي الاهلي هيبقى في طباخ اكيد الاهلي دايما بيعتاد في الرحلات الافريقيه اساسيه ليه برضو لا في حاجات ممكن تضرني وانا في اوتيل في الاكل في الشرب في حاجات معينه الدكتور بيطلبها من الاخصائي التغذيه فممكن ما تتناسبش معايا والوقت الامور بقت بالنسبه لنا الحمد لله يطلع الشيف اللي بيطلع اجازتك وخاصه عارف انا بعمل ايه اللعبه بتاعتي انا بلعب في بطوله لها برضو مدى بعيد اللي انا اوصل ان شاء الله نهائي افريقيا تاني ولعبت النادي قدها فالحاجات دي كلها لا عوامل كتير قوي بتساعد لازم اسافر قبلها بفتره. على الجانب الاخر كان في نقطه غريبه شويه فريق جيما الاثيوبي وصل فجر يوم المباراه وهم بالتاكيد هناك عايشين في اجواء نقص الاكسجين وهنا الجو مختلف تماما في اكسجين القصه مختلفه شويه في الترتيب ما بين فرقه رايحه اثيوبيا او فرقه جايه لك القاهره. خلي بالك انت ليك هدف معين هو ملوش هدف مش تقلان فيهم كفرقه لا بس لا مش بتكلم كناحيه فنيه او جاهزيه المباراه يعني ظهر في المباراه بشكل جيد ماشي وايه المشكله كناحيه بدنيه برضه ممكن ما عندوش لود هو اصلا عادي جدا وحتى لو خسرت 3 ولا 4 ولا 5 طبيعي لان انا اخسر من النادي الاهلي وممكن اعمل زي ما النتيجه كده بالنسبه له انا قلت لك في الاول النتيجه بالنسبه له كويسه جدا بالنسبه له ولو خسرت من النادي الاهلي 3 و4 ما ممكن يكون هو تكاليف السفر بالنسبه له الاقامه غاليه او الدنيا بالنسبه له مش هتبقى زي النادي الاهلي احنا عندنا برضه احنا بنلعب لهدف معين احنا رايح عشان ناخد بطوله افريقيا ما هو في ظل دلوقتي كمان الفرق اللي بتسافر هي اللي بتتحمل حسب التعديلات في اللائحه تكاليف السفر بالاقامه بالتاشيره بالتذاكر كل حاجه تبقى ماشي ما في تبادل لا مفيش تبادل هي حسب الاتفاق يعني ممكن يتم توقيع بروتوكول بين الناديين انا استضيفك وانت تستضيفني بنفس الطريقه بالزبط. لكن بس اعتقد اللائحه دلوقتي خلاص قالت لك لا كل فريق بيسافر بيتحمل كل طيب يعني تكاليف السفر يعني هو اللي بيتحمل تكاليف اعتقد حتى الاقامه يعني كمان طبعا دي مهما كان برضه هو مش هيقدر يتحمل برضه الاقامه يومين ثلاثه برضه لا هتبقى اعتقد هتبقى مكلفه عليه هي مش فرقه زي الاهلي مش زي الزمالك
ما عندوش تدعيم ولا مادي ولا معنوي. اعتقد يعني ده فرقه رجل اعمال حب يعمل فريق، حب برضو اكيد شغال في حته التسويق الرياضي هناك، يعني هو برضو ليه طرق يمشي فيها. لكن هو كل اللي هو عامله دلوقتي، هو لو جه حتى قبل المباراه ب 24 ساعه او ب 48 ساعه وبالنسبه له ده طبيعي جدا، ولو خسر من النادي الاهلي برضه طبيعي، اللي هو يعمل النتيجه دي هي اللي بالنسبه له مش طبيعيه. فهو برضه هو اكيد في بعد 2-0 هو برضه طبعا في النتيجه هناك. طيب القايمه اللي لعبت بيها مباراه الذهاب بالامس كانت 16 لاعب، هتسافر مباراه العوده بعد اسبوع او تحديدا يوم الجمعه القادم باذن الله، وفي منتصف الاسبوع بعد غد عندك مباراه مع النجوم في الدوري. عوده المصابين، في احتماليه عوده علي معلول، في احتماليه تواجد وليد ازارو ان شاء الله يكون سليم، هو طبعا خلاص اللائحه اتطبقت عليه، غاب مباراتين للايقاف، لكن الاصابه ان شاء الله ما يكونش في حاجه ويكون جاهز. الشناوي ان شاء الله دخل في التدريبات الجماعيه، شريف اكرام لسه موقفه مش متحدد بشكل نهائي. عوده المصابين في المباريات القادمه مدى اهميته مع الجهاز الفني في التوقيت الحالي؟ لا خلي بالك، انت عارف المصابين اللي عندك في النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي احنا عندنا لعيبه مصابه، لو اذا رجعت الامور بقت صعبه على الفرق الاخرى. انت عندك اجاي، عندك علي معلول، عندك ازارو، عندك في لعيبه، عندك فتحي. احمد فتحي، في لعيبه وجودها وخاصه بخبرتها لا لها دور، ولها دور كبير قوي مع النادي الاهلي. فاعتقد الحمد لله اللي موجود دلوقتي اللي هيكمل المباراه، اعتقد بنسبه 90% اللي موجودين في المباراه امس هم اللي موجودين المباراه الجايه، خاصه يعني اعتقد كابتن محمد يوسف مش عايز برضو يعني بتاع تغييرات كتير في الفريق، لازم يبقى في ثبات شويه، ممكن يدخل لاعب، ممكن يدخل اثنين، لكن ما اعتقدش اللي مره واحده يقوم بيدخل 3-4. بس هتثبت التشكيل ازاي في ضغط المباراه ده يا كابتن ياسر؟ لا ما هو لا خلاص، المباراه كل 72 ساعه ورحلات افريقيه لعبت النادي الاهلي متعوده، احنا مش هنجيب مبررات، احنا لعبت النادي الاهلي تقدر ومتحمله المسؤوليه قبل كده، وصولك لنهائي افريقيا ما انت كل فتره كنت بتطلع من افريقيا على عربيه على كاس على لا موجودين الحمد لله، واحنا لسه ما دخلناش في الضغوط اللي بتقول عليها. تخلص مباراتنا تبدا تخش في مباراه هتبدا من يناير، ها هتبدا من يناير بقى الضغوط بشكل قوي، ان شاء الله تكمل بطوله افريقيه هتبقى المباراه تكون انت عندك برضو جداً. جالك تدعيمات في يناير، عندك اللاعبين، عندك اللاعب، وعندك كمان على فكره انت عندك مواليد 97 تقدر تستفاد منهم، اللي موجودين الشباب اللي موجودين تقدر مش احنا مش بنقول اللي هم يتحملوا المسؤوليه كامله، بس في موجود مجموعه تبقى من الناشئين على المجموعه الجديده على المجموعه اللي هي واخده الخبرات، لا ان شاء الله تلاقي النادي الاهلي متكامل باذن الله. البطوله الافريقيه السنه دي شايفها مختلفه ازاي يا كابتن ياسر؟ يعني في كل مره كانت البطوله بتبدا في شهر يناير فبراير وتنتهي في شهر نوفمبر، المره دي الاجنده الاتحاد الافريقي القاف اتغيرت تماما، هتبدا البطوله او بدات تمهيديا في شهر 11 هتنتهي يوم 31 مايو. يعني هقول لك على حاجه، الحاجات اللي في 2019 2020 في امم افريقيه اعتقد صيف 2019 صيف 2019 فهم تقريبا هم هي التغيير اللي هم بيعملوه ده هي حاجه لاستفاده للكره الافريقيه، يعني هو مش عاملينها لحاجه معينه، لكن هي الضغوط اللي هي بخاصه الفرق الكبيره اللي بتشارك في بطولات كتير واللي هي بتبقى عندها الاستمراريه، يعني هي في فرق ممكن ما الطريق فهي عارفه اللي هي مش هتكمل، لكن في فرقه زي النادي الاهلي ممكن يبقى عنده الاستمراريه اللي هو يلعب نهائي افريقيا وهتلاقيه ماشي في الدوري وهتلاقيه ماشي ان شاء الله ماشي في الكاس، كل ده ضغوط. هو الاتحاد الافريقي يقول لك انا برضو ماليش دعوه، ما في اوروبا تلاقي ريال مدريد او برشلونه او الفرق الكبيره بتلعب النهارده في بطوله في الدوري الاسباني، يومين ثلاثه بتلعب في دوري ابطال اوروبا وترجع تاني يلعب في كاس اسبانيا، في لازم يبقى في تخطيط لنا كاتحاد كره هنا، يعني لازم برضو المنظومه اللي هي بتديرنا في كره القدم لازم اعمل او اخلي بالي من الحاجات اللي بتبقى حواليها، وخاصه فرق زي الاهلي الزمالك الفرق اللي بتبقى لها عندها الاستمراريه. يعني انا كنت سامع مره الاستاذ عامر حسين اعتقد كان برضو بيقول لك الله يكون في عون النادي الاهلي، بس انا ما قلتلوش يدخل في البطوله العربيه، انا يعني انا البطوله العربيه دي بتبقى موجوده لو اعتذر النادي الاهلي لا الامور هتبقى ماشيه معاه طبيعي، هقدر انا احاول اخليه يلعب في فتره على فترات هو يبقى مش مجهود بدني، لكن انت لما بتيجي تدخل بطوله عربيه وده حاجه انت عارف بتبقى هي برضو سياسيا بالنسبه لنا، واللي برضو الشعوب العربيه لازم يبقى فيها حاجات بتبقى خارجه عن ارادتنا، بس ما ينفعش النادي الاهلي نقول لا، النادي الاهلي بيبقى محفل للدول العربيه كلها، والنادي الاهلي لو ما شاركش في اي بطوله من البطولات اللي موجوده، النادي الاهلي عايز تنجح اي بطوله لازم النادي الاهلي يشارك فيها، من اول الاولاد الصغيره لغايه الفريق الاول. طيب كلمه اخيره كابتن ياسر في ختام هذا الحوار، توجهها للجهاز الفني، توجهها للاعبين، توجهها للجمهور عن طبيعه ومتطلبات المرحله القادمه. لا يعني انا بقول للجمهور النادي الاهلي انا مش عايزين يعني ولا استعجال على فرقتنا ولا عايزين ناخد القطعه بقطعتها، لا احنا النادي الاهلي نادي كبير، نادي بطولات،
لازم نصبر عليهم كويس قوي. بس اللي نفسي فيه بس الجمهور يرجع لنا تاني. يعني عايز الاقي جمهور اي استاد من استادات في مصر هنا، الجمهور زي ما احنا كنا بنبقى سعداء بيه. انا دي النقطه الوحيده اللي انا عايز اتكلم هي نقطه الجمهور يرجع لنا تاني. هترجع الجمهور رجع، اعرف النادي الاهلي رجع للبطوله الثانيه. كابتن ياسر ريان انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا كابتن حمدي، بالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. شكرا. حلقه كانت مهمه جدا وفقره مهمه جدا مع الكابتن ياسر ريان، احد نجوم النادي الاهلي في فتره التسعينات، حققوا بطولات كثيره جدا سواء على المستوى المحلي او على المستوى العربي. اتكلمنا عن مباراه اثيوبيا ومباراه دور ال 32، لكن تتبقى مباراه العوده، مباراه مهمه جدا لا تقل اهميه عن مباراه الذهاب. ويستطيع النادي الاهلي باذن الله من خلال عوده اللاعبين المصابين وقدرات الجهاز الفني مع اللاعبين المتاحين في التوقيت الحالي العوده بنتيجه ايجابيه باذن الله من اديس ابابا، ومن ثم تأهل إلى دور الـ16 ودور المجموعات في شهر يناير القادم. بعد الفاصل الفقرة الحوارية الثانية، ولا يكون فيها ضيفنا الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق.